السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم هرم بطريقة سهلة جدا من خلال استخدام امر ماس. من ماس اقول له امبليس ماس وابدأ اديله الاسم اللي انا عايزه، وممكن ابدأ بقى ايه اعمل 3 نقط مثلا، هنا واحدة وهنا نقطة وهنا نقطة كمان بالشكل دوت. وهاجي بقى على النقطة اللي فوق ديت هبدأ ان انا ازودها في الزد، فادخل على اي الافيشن والنقطة دي هبدأ ان انا ازودها بالشكل دوت. يبقى انا عندي كده 3 نقاط. ممكن بقى ايه نيجي نشوفها كده اهو. هاجي بعد كده ابدأ ارسم لاين، بس افعل خاصية الثري دي سناب واقول له من هنا لهنا لهنا لهنا، وبعد كده اجي عليها اهي واقول له كرييت فورم سوليد فورم، يبدأ يعمل لي 3 دي فورم بالشكل دوت. هقول له مثلا عايز السمك بتاعها مثلا يكون 1 مثلا، بالشكل ده. طيب خلينا اقول له بقى ايه احنا عايزين كده في الاليفيشن عادي، هو عشان الفيو رينج في الباب مش باين، بس انا بعد كده ممكن اقول له اعمل لي ميرور خلينا اقول له فينش ماس دلوقتي اهو. ومن هنا اقدر ان انا اقول له اعمل لي ميرور بالشكل دوت، والاتنين دول اقول له برضه اعمل لي ميرور تاني ونشوفها في 3D بالشكل ده. كده احنا عملنا هرم زجاجي، هنديله ماتيريال الزجاج دلوقتي اهو. ممكن اجي كده وتعالى نشوف الماتيريال، هعمل سيلكت على واحد فيهم واقول له اديت امبليس، واول ما ادخل اي درجة هنا على اي عليه اهو، ولا هنا الماتيريال، فاقدر ان انا اقول له انا عايز الماتيريال هنا ازيز. واقول له اوكي. طيب في حل تاني اخر او في فكرة تانية، ممكن اعمل سيلكت على الماس اللي انا عامله واقول له ديفايد سيرفيس، فيبدأ ان هو يعمله لي بالشكل دوت. طبعا ممكن نيجي هنا ونبدأ ان احنا نعيد التقسيم بتاعته باترن اللي احنا عايزينه. خلصت واحد، ممكن تعمل له بقى ميرور للباقي، مفيش مشكلة خالص.